لسه عندي بقى التفاعل الخاص بحضراتكم ورأيكم في أهم وأفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم. نبتدي بشادي محسن واللي قال محمد شريف، أحمد محمد قال كمان محمد شريف وكهربا، ومصطفى يسري قال شيفو في إشارة لمحمد شريف أيضا كان متألق في الحقيقة في هذه الجولة. في عدد كمان من اللاعبين المتألقين في مختلف الأندية الأخرى، لكن في كل الأحوال الدوري المصري هذا الموسم ممتع ومثير للغاية. إن شاء الله بإذن الله نتمنى أن هو يستمر على هذا المستوى من الإثارة، لأن إحنا بنشوف موسم استثنائي من حيث المستوى. المرة دي إن شاء الله يخلص على خير بدون أي مشاكل. عايز أختم بنجمنا المصري محمد صلاح. الواحد في الحقيقة فرحان جدا بمستواه مؤخرا، وفرحان جدا أن إحنا عندنا لعيب بقيمة كبيرة في الدوري الإنجليزي وأحد أفضل اللاعبين. بالمناسبة السنة دي أكيد صلاح هينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لو استمر بهذا المستوى، لو استمر بهذا معدل من الأهداف اللي بيحرزها. ففي كل الأحوال نتمنى له كل التوفيق. كمان بيج رامي وتريزيجيه عندنا يعني نجوم كتير جدا بيرفعوا اسم مصر، لكن يبقى أفضلهم وأبرزهم هو محمد صلاح اللي نتمنى له كل التوفيق. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد من نفس البرنامج، حلقة جديدة من ترند بكرة بإذن الله. استنونا، إلى اللقاء.